السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو بقلاوة تقليدية جزائرية بدون آلة توريق. يعني هاد الطلب بزاف لي كومونتير، تقولوا لي ديري لنا بقلاوة تقليدية بدون آلة توريق، واليوم ان شاء الله راح نديرها لكم بجميع اسرارها. يعني شوفوا، اي مبتدئة جامي دارت البقلاوة كي ديرها لاول مرة راح تنجح لها باذن الله، تجي معسلة حتى للقلب ديالها، تجي طرية، وراح نعطيكم المقادير المضبوطة في كل حاجة. يعني تبعوا برك الخطوات راح تنجحوا فيها. نبداو بسم الله. شوفوا لهنا كليت لكم بالباطا تاع 250 غرام مارغارين، باطا تاع 250 غرام مارغارين راني نوري لكم فيها هكذا باش ما تسقسونيش في لي كومونتير بزاف على الباطا اسكو تاع 250 ولا تاع 500، راهي تاع 250 غرام. واش راح ندير؟ راح ندير ربع كيلات فارينه يكونوا عادي. شوفوا لهنا انا كي كيلت الفارينه في هاد الباطا لقيتها دير 250 غرام، يعني الوزن ديالها 250 غرام، يعني ربع كيلات فارينه بهاد الباطا تجيكم كيلو تاع الفارينه. معناتها وحدة عندها كيلو تاع الفارينة تحطو ديركت بلا ما تتكيل. وش راح نضيف عليهم؟ هذه كيلة ربعة يكونوا معمرين عادي، ما هم ممسوحين ما راهم ما بومبي. راح نضيف عليهم مغرف صغيرة معمرة مليح لافاني، هاد المغرف تاع القهوة، ونص مغرف تاع الملح ولا أقل من نص مغرف تاع الملح. وش راح نضيف عليهم؟ راح نضيف عليهم السمن. بالنسبة للسمن انا خدمت بالسمن، تحبوا تخدموا بالمارغارين لكم الاختيار. شوفوا ما رانيش معمراته كيما نقولوا للفوق كامل، شوفوا يعني راهو عند هذاك الخط تاع المارغارين، كي تشوفوا الباطا تاع المارغارين تعرفوا عند هذاك الخط هذاك دوبت السمن وخليته برد. لازم يكون بارد بالك وديروه سخون باسكو يطيب لكم الفارينه، لازم يكون السمن بارد. وراح نديرو اللي تحب تستعمل المارغارين تستعمل المارغارين، مي الدوق ما راحش يجيكم كيف كيف، وتاني بالسمن تجي احسن واحسن. ولكم الاختيار، يعني اللي حيخدموا طلبيات هادوك يستعملوا المارغارين باسكو تجيهم موان شاغ، يعني تجيهم اقل تكلفه، السمن غالي على المارغارين. ونبدا نبسس في هذيك الفارينه مليح، لازم تبسوا مليح الفارينه بهذا الشكل. بهذه الطريقه اول سر لنجاح البقلاوه ولنجاح عجينه البقلاوه، لازم في هذه المرحله تصيروا هذاك الفارينه. لازم البنات ما عندكم حتى حل باش هذوك تقدر تخليكم هكذا كويرات مع راه البرد، يعني السمن تمتم يجمد ما يقعدوا لكمش عباكم يجينيكم كي يكونوا في العجينه تاع البقلاوه، كي تحلوها تلقاوها كامل هكذاك دايره واحد الحب هكا تاع السمن، كويرات تاع السمن. دونك صيروهم، ومن الاحسن تصيروهم في غربال، يعني تغربلوهم في غربال. انا ما كانش عندي، صيرتهم هكذاك في هذيك الصفايه، يعني عيتني بزاف شدت لي الوقت، مي معليش نخدمو خدمه نقيه. شوفوا كيفاش يولي الخليط. واش راح ندير؟ راح ندير حفره في الوسط، نجيب حبيبه تاع البيض تقدروا تستغناو عليها، مي اذا حبيتوا هذاك اللون الشباب للبقلاوه ديالكم وتاني تجي مقرمشه زياده ديروا الحبه تاع البيض، ندربها مليح نديرها في الوسط في هذيك الحفره، ونجيب لهنا نص كيلة ماء مع كيلة مزهر. نفس الباطا تاع المارغارين درت نص ماء ونص مزهر، ودرتها على هذيك الحبه تاع البيض ونخلط مليح، نخلط مليح، نحل هذيك الحبه تاع البيض مليح هكا، ونبدا نطم في العجينه ديالي. يعني نبقى نضيف هذاك الخليط بين المزهر والماء ونبقى نطم في العجينه ديالي، نتحصلوا على عجينه ما تكون يابسه ما تكون طريه بزاف. دوك تشوفوا الكميه تاع الماء راح تاخذها لي كامل، وراح نزيد حوالي مغرف كبيره ولا زوج مغارف كبار هذا ما كان، وانتم على حسب نوعية الفارينة. شوفوا زدت عمرت غير شوية حوالي هكذاك مغرف كبيرة، يعني انطمت لي كامل العجينة. وتاني ملاحظه ما تعجنوهاش بزاف هكا، علاش؟ يعني تقدروا تعجنوها العجينه تاع البقلاوه، مي علاش ما نعجنوهاش؟ باش كي نديروها طيب ما تكمش،
باسكو علاش بزاف يروحوا يعجنوها بزاف كي يديروا البقلاوه ديالهم، راح يتقلص الحجم تاع البقلاوه. يعني هكا خدموها غير بشويه، كي تخلوها تريح راح تعاود كيما نقولوا تولي ما شاء الله. قسمتها على 2 كيما راكم تشوفوا، وكل جزء راح نقسمه على 6، يعني راح ندير 6 من تحت و6 من الفوق. شوفوا القوام ديالها، شوفوا طريه مي ماشي بزاف، ما ديروها طريه بزاف كي تبداو تحلو فيها تبدا تعييكم، وما ديروهاش يابسه ثاني كي تحبوا تحلوها ما تحللكمش كامل. عطيت لكم كميه تاع الماء، راح نقسمها الاولانيه على 6 والثانيه على 6، يعني 6 من تحت و6 من الفوق. هاكا نديرهم كويرات، يعني نقطعهم بهذا الشكل قبل ما نخليها تريح، ما نخلوهاش تريح ويا عجينه كامل، لا لا بهذا الشكل. راح نديرهم في ساشي كيما راكم تشوفوا ونخليهم يريحوا. انا للامانه خدمتها على 8 تاع الصباح وعلى 2 تاع العشيه بديت نخدم فيها، عجنتها على 8 وعلى 2 بديت نخدم فيها. شوفوا هنا حطيتهم هنا قدامي وخليتهم يريحوا، نمروا نوجدوا ثاني كل الحشو، الحشو نوجدوه مع العجينه مع صباح، ولا المهم على الاقل على الاقل 2 سوايع 3 سوايع تخلوها تريح. عندي لهنا كيلو تاع الكاوكاو، تحبوا تستعملوا اللوز راح يكون احسن، تحبوا تخلطوا اللوز والجوز راح يكون احسن واحسن، هذه على حسب مقدور كل واحد. لهنا الكاوكاو لافي يعني في قبل بليله، يعني نهار اللي كنت نخدمها في الليل هذاك، واش درت؟ حمصت هذاك الكاوكاو على نار 150 درجه 10 دقائق وطفيت عليه، غير قسمه راحت له هذيك الريحه. هذا ما كان بلاكو تحمروه مع اللي زيدوا طيبوه يجيكم يابس، خلوه هكذاك ابيض. رحيته في الاشواغ، رحيته مليح هكا رطب بلا ما يتعجن. وكيت كيت علاش حمصناه قبل بليله؟ باش يبرد مليح باش ترحيوه، لو كان ترحيوه وهو سخون راح يتعجن لكم. وعمرت هاد الباطا تاع المارغرين بومبي 4 كيلات بهذيك الباطا، هي كيلو تاع الكاوكاو. وحفظوها كقاعده في البقلاوه، كيلو فارينه يقابلوا كيلو كاوكاو ويقابلوا كيلو 200 تاع العسل، هذه هي. والمارغرين 250 غرام، كيلو فارينه كيلو كاوكاو كيلو 200 تاع العسيله و 250 غرام مارغرين. شوفوا بالنسبه للسكر، للسكر في 4 كيلات تاع الكاوكاو راح ندير نص كيلة تاع السكر، ولا نص باطه هذه تاع المارغرين تاع السكر نص كيلة. نساو هذاك هذيك القاعده تاع بكري يديروا 3 كيلات بكيلة سكر، لا لا البنات راح تجيكم يابسه. هالسكر هو اللي يولي كاغامال وهو اللي يبس لكم هذاك الحشو. راح نضيف عليها مغرف كبيره لافاني، ونضيف عليها 4 مغارف كبار تاع السمن، في كل كيلو كاوكاو نديرو 4 مغارف كبار تاع السمن، 4 مغارف كبار تاع السمن راح يخلوها تجي طريه، الحشو يجيكم طري معسل بنين، يعني يجي ما شاء الله. وكما قلت لكم السكر ما تفوتوش نص كيلو، هذاك هو اللي حيبس لكم الحشو. وبالنسبه للمظهر تاني راني كيلته لكم، يعني ما نقولكمش ضيفوها كعينكم ميزانكم، لا لا راني كيلته لكم. انا ندير في الكيلو تاع الكاوكاو ندير فنجال تاع المظهر، فنجال تاع المظهر. دوك هذاك الفنجال راح نديره في لابوا تاع المارغرين باش تفهموني مليح. دخلت هذاك السمن وهذاك السكر مع مليح في هذاك الكاوكاو، والكاوكاو رحيوه رطب، قد ما يكون رطب قد ما راح يجيكم الحشو طري ومعسل. وهذاك الفنجال شوفوا كي درتو في الباطا تاع المارغرين، شوفوا وين الحق هكا باش ما تقولوليش باللي الفنجال كل واحد والفنجال ديالها، هكا يعني كامل راح تدو الكيل. هذاك الخط الاولاني تاع المارغرين هذاك هو، ونبدا هكا نرش في هذاك الكاوكاو غير بالعقل ونفتل، ما تعجنوش فتلو هكذا اوندي غير راكو تخدموا في الطعام، لازم ديرو هكا فتلوها مليح بهذا الشكل، قعدوا هكا فتلو فيها حتى تكملوا هذاك الماء كامل، كملوه ولا هذاك عفوا ولا هذاك المظهر كامل، ماء الزهر فنجال هكذا نقعد نفتل فيها بهذا الشكل. وطيت لكم هاد المقادير بالباطا تاع المارغرين وبالباطا تاع المارغرين هكا باش كامل تعرفوا الكيل. شوفوا كي ديروا هكا في يدكم
تشكلكم كويره، بصح اون فوا تمسوها راح تتفتت كيما الرمل. شوفوا واش راح ندير، راح نغطيه ونخليه يريح مع العجينه. انا قلت لكم خدمتهم هادو 8 تاع الصباح، عزوج تاع العشيه بديت نخدم فيها. شوفوا هذاك الكاوكاو، كون اشاك فوا نعاود نولي ليه كل هكاك ربع ساعه، نعاود نولي ليه هكا، نعاود هكا ندير له نفتلو هكا كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش ولا تشرب لي كامل هذاك الفنجال تاع المزهر ويولي كالطعام. شوفوا اونديغي طعام ماشي كامل كاوكاو. هذه هي النتيجه اللي رانا نحوسوا عليها. جامي تروحوا تشمخوا الكاوكاو ديالكم بزاف ولا الحشو تاعكم بزاف، كي ديروه يطيب يجيكم حجره، سختو كي تكثروا له السكر والمزهر. هذاك المزهر هو تانيك اللي يبس الحشو. نحطهم جانبا ونجيب لهنا كميه تاع المايزينا ولا النشاء، وراح نبدا الخدمه ديالي. نبدا نحلل فيها، نورق بالمايزينا. شوفوا ندير المايزينا في طاولة العمل ونبدا نحلل، يعني نخدمها بالحلال بهذا الشكل. شوفوا العجينة راح تساعدكم تلقاوها هايلة ما شاء الله، تجي بزاف هايلة طرية تتسرح معاكم بكل سهولة، ما تعييكم ما والو. نحللها هكا شوية، ماشي بزاف، الصورة راح توضح بهذه الطريقة. ونحطها جانبا، نزيد نجيب واحد اخرى ونزيد نحللها بنفس الطريقة. لهنا سرعت لكم فيديو، هايدا بنفس الطريقة بالمايزينا. نجيب الاولانية ندير عليها كمية تكون مليحة تاع المايزينا، وندير طبقة تانية ونزيد ندير المايزينا ونكمل بنفس الطريقة. يعني ستة، هادوك ست كويرات نكملهم كامل بنفس الطريقة. شوفوا ندير بيناتهم كميه مليحه تاع المايزينا. لهنا راني كملتهم في ستة، واش راح ندير، راح نغطيهم بصاشي ونعاود نزيد نخدم ستة الاخرين بنفس الطريقه باش نعاود نولي الاولانيين بهذا الشكل. ولهنا زدت حللت هذوك الستة الاخرين كما راكم تشوفوا، ونزيد نغطيهم ونحطهم جانبا. لهنا ملاحظه، انا هذوك الستة دوزيام درت الاخرانيه درت عليها المايزينا، مي ما ديروش، انا غلطت درت عليها المايزينا. خدموا كيما هذه ما فيهاش المايزينا، لا الاخرانيه ما ديروش فيها المايزينا. ونبدا لهنا نحلل فيهم، لازم نحللهم رقاق رقيقه كامل. شوفوا هاد العجينه، وتاني ملاحظه حلوا دوروا، حلوا دوروا، وتاني يعني قلبوهم كامل. دوك نوريلكم في الطريقه الثانيه، هنا نسيت باش نقلبهم، يعني قلبوهم كامل وزيدوا حلوهم، دوروهم منا ومنا وقلبوهم. علاش تقلبوهم؟ باش يجوكم طبقه كامل متساويين، الطبقه الاخرى هذيك ما تلقاوهاش صغيره. هكذا نقعد نحلل فيهم، شوفوا بهذا الشكل. شوفوا لهنا شحال راهم رقاق. ونجي لهنا نبدا نحي بالورقه، شوفوا يتنحاو لكم بكل سهوله، تلقاوهم رقاق ما شاء الله. شوفوا شوفوا يدي من تحت راهي تبان، يعني طريقه ناجحه هايله. شوفوا والله غير اونديغي خدمناهم بالماشينه، يجوا رقاق، يجوا بزاف هايلين. نجيب البلاطو تاعي، عندي لهنا كميه تاع السمن، انا يعني دوبت باطه تاع السمن تاع 500 غرام، ديت منها اللي خدمت بها العجينه والاخرى راح نورق بها. وللامانه ما كفتني، زدت درت شويه من الباطه الاخرى. بالنسبه للبلاطو لهنا القياس تاعو 28 على 35. شوفوا هاد البلاطو يجيكم من الحبات عاليين، يعني اللي يحب البقلاوه عاليه عاليه هاد البلاطو يكفي. وتقدروا ديروا فيه بلاطو 30 على 40، يعني كبير على هذا وتجيكم ما شاء الله تاني، يعني يكفيكم الحشو وتكفيكم العجينه والحبه تجيكم هايله. ندهنو كامل بالسمن تكون كميه مليحه، ونبداها هكا نحط في الورق كيما راكو تشوفوا، يعني الطبقات هذه الطبقه الاولانيه هكا ونسقمها. شوفوا يعني السنيوه من تحت راهي تبان تلمو رقيقه، ولازم تكون الورقه كبيره على البلاطو كيما راكو تشوفوا بهذا الشكل. هكا نسقمها مليح، وراح نجي لهنا ندير السمن بيناتهم. ونعطيكم تاني ملاحظه، تقدروا يعني هذوك الوراق كيما درتوهم ديروهم ديريكت في البلاطو، ما ديروش هاد الطريقه،
يعني هذه تجي بنينه زياده. نورقوا بالسمن خير ملي يكون بيناتهم المايزينا. نزيد ندير الورقه الثانيه، شوفوا تتنحى بكل سهوله وتجي هايله. شوفوا لهنا دوك نوريكم الورق كامل، هذه الثانيه هكا باش ما نغلطوش، هذه الثانيه وهاي ليك الثالثه وهذه الرابعه والخامسه والسادسه. شوفوا نزيد الناحيه الثانيه بهذا الشكل ونجيب لهنا. نحط لكم هنا البلاطو باش تشوفوا خير. ونجي ندير الورقه الثانيه بهذا الشكل، يعني سهله خدمتها بزاف سهله، ما تخافوهاش كامل ترفدوها بكل سهوله، تتخدم لكم بكل سهوله. ما تعيي كما نقولوا، ما اي وحده مبتدئه وتقدر تخدمها بكل سهوله. هكا نسقمها مليح وراح نزيد ندير طبقه من السمن. بهذا الشكل ونزيد ندير طبقة طروازيام ونكمل كامل، حتى نكمل كامل ست طبقات. بهذا الشكل سقموهم مليح الأطراف، سقموهم زيروهم خرجوا منهم الهواء هكا، يعني زيروا كامل هذوك الأطراف. شوفوا لهنا هذيك الخامسه تجي شويه صغيره على الاولين، علاش قلت لكم يعني قلبوا وزيدوا حلو. نجيب لهنا هنا درتهم كامل في سته، الطبقه الاخيره بالك وديروا فيها السمن، ما ديروش عليها السمن. علاش؟ باسكو لو كان ديروا السمن كي طيب لكم البقلاوه تاعكم تولي العجينه تنفصل على الحشو. ما ديروش السمن في الطبقه الاخيره، ديروا ديريكت عليها هذاك الكاوكاو. شوفوا يعني جات طبقه ما شاء الله. انا نحب البقلاوه تكون عاليه وكل واحد وكيفاش يحب، نحبها ما تجيش كبيره بزاف الحجم ونحبها عاليه. هكا نسويهم مليح باش يجوني كامل كيف كيف. ونجيب لهنا كوبات وراح نبدا نسوي في السطح ديالها كما راكم تشوفوا بلا ما نضغطوا لهنا، ما رانيش نضغط غير من الفوق نسقملها ونحطها جانبا. ونزيد نحلل هادوك السته الاخرين، ست طبقات الفوقانيين نحللهم بنفس الطريقه تاع الاولين. شوفوا لهنا كيفاش راني نقلب، شتو الاخرانيه باش هكا ما تجيش وحده صغيره على وحده، يجو كامل كيف كيف. بهذه الطريقه ونبدا هكا نحي فيهم بكل سهوله، يعني كيما درت مع الاولين ندير مع الاخرين. شوفوا يجوه ما شاء الله رقاق ويجو هايلين. ونجيب البلاطو ديالي وراح نزيد نديرهم كامل وندير بيناتهم السمن. بهذا الشكل لهنا كملت كامل طبقه التوعي. واش راح ندير؟ نضغط هكا على الاطراف ومن بعد نجيب موس نحي كامل هذوك الحواف، وكي تنحيهم نحيهم شغل اللي يكونوا مدورين على السنيوه كما راكم تشوفوا هكا. خلو هذيك العجينه دايره على هذيك السنيوه باسكو علاش كي طيب لكم راح تهبط. بهذا الشكل ونجي لهنا نبدا هكا نطراسي فيهم بالموس، نطراسي برك ما نقطعش. وبالنسبه للموس من الاحسن يكون هذا الموس صغير. الطبقه الاخيره ما ديرولها السمن حتى تقطعوها. ونجي لهنا نبدا نقطع فيها، راح نعطيكم ملاحظه جد مهمه. انا قطعت بهذه المسطره ملي الامانه الحبات خرجوا لي صغار،
يعني صغار، انا ما نحبش حبه البقلاوه تكون صغيره بزاف، يعني تكون عادي، ما تكون كبيره بزاف ما تكون صغيره بزاف. مي بهاد المول خرجوا لي صغار، انا بانوا لي صغار، دوك تشوفوا الحبات مع الاخر. دونك نتوما قطعوا كيما تحبوا، انا للامانه ما الفا نقطعها كاري، مي كي حبيت هكا نديرها لكم ليكم، حبيتها تكون معين يعني الشكل تاع البقلاوه القديم. بقيت هكا نقيس بالمسطره ونقطع حتى كملت كامل. دوك تشوفوا الحجم تاع الحبه مع الاخر، وانتوما تقدروا تقطعوا كيما تعرفوا كيما مالفين. والمبتدئات ننصحكم تشرو هذاك المول تاع البقلاوه، يعني المول هذاك ولا طابع تحطوه ديركت على العجينه راح يقطع لكم. وجيت لهنا درت هكذا خط مائل وراني نقطع، مي مع الاخر الحبه بانت لي صغيره بزاف. هكذا نجي مع الاولى نطراسي كامل الحبات دياولي، ومن بعد نبدا نقطع فيهم. شوفوا الحبه راهي صغيره هكا. ونجيب له هنا السمن، هنا شوفوا الخطا اللي درتو، كنت طراسيت برك نورمالمون نعاود نقطع باش ندير السمن، انا نسيت كامل، رحت درت السمن باش تفكرت باللي ما عاودش قطعتهم، لازم تقطعهم حتى لتحت كامل، عاود وليت قطعتهم مور ما درت السمن. وبالنسبه للطبقه الاخيره تاع هذه ديروا لها كميه مليحه تاع السمن هكا، كميه مليحه باش تجيكم بنينه، وتاني كيجي اللون تاعها بزاف شباب. لهنا عاودت جيت نقطع فيها، نتوما قطعوها قبل ما ديروا لها السمن. ولهنا هذا هو الشكل ديالها. واش راح ندير؟ راح نرشقها باللوز، وانتوما كيما تحبوا رشقوها باش تحبوا، تقدروا ديروا هكذا وريضات في الوسط، انا ما حبيتش ندير مع الحبه جاتني صغيره، يعني هذاك هو. ورشقتها كامل بالحبه تاع اللوز. واش راح ندير في هذه المرحله؟ نروح نشعل الكويزينيير تاعي على 180 درجه، نخليها حوالي نص ساعه وهي تسخن. انا نص ساعه طيبتها البقلاوه تاعي كي كملت كامل باش شعلت الكويزينيير، نديرها طيب على 180 درجه. كي نشوفوا الاطراف كشغل تكمشوا كشغل تقلصوا تماك، عرفوها بلي راهي طابت من تحت، واللون تاعهم ولا ذهبي ماشي حمر بزاف غير ذهبي. نطفي لها من تحت، نهبطها ونشعل لها من الفوق غير قسمات حمر. مده الطهي تاع البقلاوه من ساعه وربع الى ساعه ونص، ساعه ونص كحد اقصى، ما كاش منها هذه بقلاوه طيب على زوج سوايع ثلاث سوايع، ساعه ونص كحد اقصى. للامانه شدت لي في الطياب ساعه ونص، جبتها لهنا وهي سخونه غير خرجتها من الكويزينيير، فرغت عليها كيلو تاع العسل كيما راكو تشوفوا، كيلو فرغتو ديريكت، فرغت لهنا بالغراف باش هذوك الحبات تاع اللوز ما يطلعوليش بهذا الشكل. نفرغ عليها هذاك الكيلو كامل، ونزيد نفرغ عليها 200 غرام، يعني كيلو 200 غرام تاع العسيله، عسيله مشريه ما تخدموش بالعسيله تاع الدار، راح تطرى لكم. ولا العسيله هذيك اللي تشروها ما تضيفوا لها والو، ني ما زهرني حتى حاجه، انا من نعرف من نشفر روحي من كانت ديرها لنا ماما، نديروها بالعسيله تاع برا مشريه. وكي ديروها طيب ديروها في الرف الوسطاني، شعلوا لها قلت لكم على 180 درجه. كي تشوفوا الاطراف شوفوا كيفاش هكا يتقلص الحجم ديالهم ويتورقوا، يحمر يصفاروا برك ماشي حتى يحمروا بزاف، تحرقوا هذاك الكاوكاو كامل. ومن بعد تشعلوا لها من الفوق، ديروها في الرف التحتاني، تشعلوا لها من الفوق وتخلوها تزيد تتحمر من الفوق، راح تاخذ لكم ساعه وربع حتى لساعه ونص كحد اقصى. لهنا زدت ضفت لها 200 غرام من الباطا تانية، يعني جاتني سوا سوا في العسيله، مع انا درت الكاوكاو يعني الله يبارك جات عاليه، جاتني سوا سوا في العسيله، شربت لي هذيك العسيله كامل. ونخليها تبات في العسيله ديالها ليله كامله، بهذا الشكل لهنا خليتها تبات. ولا هنا غد من داك مع الوحده هكاك جيت نقطعها لكم، مور دهر جيت نقطعها لكم، يعني بديت نقطع فيها، شوفوا تشربت لي هذيك العسيله قعدت غير شويه، وراح نقطعها من الاحسن تقطعوها بهذه الاداه، راح تجيكم هايله، الحبه تجيكم مساويه ما تجيكمش مخسره. وهذا هو الشكل ديالها، شوفوا انا بانت لي بلي جات صغيره بزاف، وانتوما كيما تحبوا شوفوا الحجم تاع الحبه.
شوفوا وكل واحد كيفاش يحبها، كاين اللي يحبها كبيره، كاين اللي يحبها صغيره، كاين اللي يحبها ماشي عاليه، كاين اللي يحبها عاليه. انا مديت لكم المقادير المضبوطه، العجينه الملحش والعجينه، يعني كامل اسرار تاع البقلاوه راح تلقاوهم في هذا الفيديو. شوفوا كاين حبات يعني جاو اكثر من هادو، مي شوفوا التوراق تجي مورقه، تجي باينه في التوراق، والمذاق تاعها روعه، جات طريه بنينه معسله حتى للقلب. زيد نقسم معاكم حبيبات واحد اخرين. علاش كي تقطعوها كاري تجي سهله، تم تتقطع لكم، ما تعيي ما تشد الوقت ما والو. شوفوا كيفاش جات، راح نكمل كامل نقطعها ونديرها في ليكيسات، وراح نتلاقاو في صحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم اللي هي بقلاوة تقليدية جزائرية بدون آلة توريق، جات ما شاء الله يعني صراحة، غير برك شوية صغيرة، مي المذاق تاعها، شكل تاعها، التوراق تاعها ما شاء الله. شوفوا كيفاش يجوا هذوك يعني الورق، هذوك يجوا باينين، تحسبوهم عادي ستة، راه في ستة من تحت، جات طيبة ما شاء الله، جات حميمرة. الحشو هذاك تلقاوه طري معسل، يعني وصفة تستحق التجربة، واللي راح تجربها لأول مرة نقول لك جربي ما تخافيش، راح تنجح لك بإذن الله من أول تجربة. واللي ما تعرفش تقطعها تمدها الوحدة اللي تعرف تقطع. شوفوا الورق جاو باينين، وبزاف بنينه، وكل ما تقعد كل ما راح تولي طريه زياده. شوفوا لهنا كي نقسمها لكم، شوفوا هذاك الحشو كيفاش يجي طري. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم شكرا على المشاهده، الى وصفه لاحقه ان شاء الله. البنات ما تنساوليش الجامو الكومونتير سورتو في هاد لا فيديو، يعني صراحه عياني بزاف، خدمتو التصوير تاعو المونتاج تاعو بزاف يعيي، يعني كانت فيه ساعة ونص منطيته حتى رجعته قريب نص ساعة، ماشي سهلة. وفي الأخير سلام.